أهلا بحضراتكم مرة تانية. الشارع في مصر ما زال غير هادئ، كل يوم بنتابع مظاهرات جديدة وبنشوف مجموعات ثورية ومعارضيها بينزلوا للشارع علشان يتظاهروا ويقدموا مطالب محددة. أحد هذه المظاهرات احنا عارفينها من دلوقتي، في بكرة يوم الاثنين، في كمان يوم الجمعة مظاهرات دعت إليها حركة التمرد وعدد من الحركات الشبابية وسندتها كمان جبهة الإنقاذ. هذه المظاهرات هي مظاهرات للحفاظ على مكتسبات 30 يونيو والأيام السياسية الهامة في تاريخ مصر، المكتسبات الحقيقية اللي حققناها في الأيام القليلة السابقة. على جانب آخر، جماعة الإخوان المسلمين وشباب جماعة الإخوان المسلمين المعتصمين في ميدان رابعة العدوية امبارح شفناهم بيقطعوا الطريق في صلاح سالم وبالتحديد في منطقة نفق العروبة، هناك تهديدات بالتصعيد المتوالي كل يوم. وسط كل اللي بيحصل ده في كلام عن المصالحة الوطنية، رئاسة الجمهورية بتقول ان اولى جلسات المصالحة الوطنية ستبدأ في الايام القليلة المقبلة. هل وسط كل هذا الزخم اللي موجود في الشارع هناك اي فرصة لحدوث توافق وطني في الايام القليلة المقبلة؟ بشرفنا في الاستوديو الخبير القانوني والمحامي القيادي السابق في جماعة الاخوان المسلمين الاستاذ مختار نوح. مساء الخير يا فندم. اهلا بيك يا فندم، شرفتنا النهارده في الاستوديو. استاذ مختار، احنا شايفين حركات تصعيديه على الارض من جماعه الاخوان المسلمين، نوع من انواع الاصرار على انكار ما تحقق بالفعل على ارض الواقع. من خلال خبره حضرتك بالقيادات اللي موجوده في جماعه الاخوان المسلمين، الى متى سيستمر هذا الانكار؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هو في الحقيقه مش انكار بقدر ما هو محاولة اكتساب موقف أفضل للجماعة بسبب الإخفاقات المتتالية في التخطيط والحركة. يعني وقت الدكتور مرسي من أول ما بدأ الحقيقة كان ماشي من غير تكتيك خالص، يعني كان ماشي بالعكس، كان يصنع لنفسه العقبات. فإذا كانت هذه العقبة مثلا تؤثر بنسبة 50% يصنع عقبة أخرى لكي تزيد النسبة إلى 70%. فإذا ما ثارت الناس مثلا على الدستور يصنع عقبة أخرى لإنهائه في 24 ساعة. ثار الناس على وجود الدستور يصنع عقبة أخرى مثلا بالمحافظين وهكذا. فده نتيجة أولا المعطيات اللي كانت موجودة قدام الدكتور مرسي كانت غير سليمة. اتنين، اللجان اللي كانت شغالة معاه غير متخصصة. ثالثا، كان في تنازع في القرار، يعني دول بيحلموا بحاجة ودول بيحلموا بحاجة ودول بيفكروا بطريقة، وفي النهاية القرار بيأتي من جهة مجهولة غير دارسة للواقع وغير متفهمة للأمور. الآن حتى الفريق السيسي أعلن أنه أرسل للدكتور مرسي أكثر من مرة، مطلوب استفتاء، مطلوب كذا، فكان يضيع هذه الفرص اعتمادا على أنه لا ثورة ثانية في مصر. معطيات كانت معاه لا ثورة ثانية في مصر، خلاص بقى الناس هتقوم كمان 30 سنة وان الامور استقرت وان علينا ان نسارع باخذ اطراف الدولة وحاجات من هذا القبيل. الحسابات الخاطئة دي ادت الى ان نضيع كل الفرص التفاوضية الجيدة في الخروج من الموقف بكثير من النتائج. الان الامور بقى اتطورت، العجلة دارت بسرعة جدا، المستشار الاعلامي للرئيس قال ان العجله قد دارت وخلاص، وبيعين الوزراء وبيحلفوا اليمين، وفي استجابه من المؤسسات وفي استجابه من الشعب، لان حركه التذمر اللي موجوده في رابعه هي حركه فريق مش حركه شعب. الفرق بين حركه الفريق وحركه الشعب ان حركه الشعب تكون مؤثره، تجدها منتشره في المصالح والاقاليم، انما هنا حركه فريق تقريبا سيتم عزله في رابعه العدويه بمقتضى قرارات من نفسه من ذاته، هو اللي هيعزل نفسه. حضرتك بتقولي ان قيادات الاخوان المسلمين دلوقتي ممكن تكون ان هي بتفكر في تحسين حاجه احنا ممكن نكون بنسميها في العلوم السياسيه بالموقف التفاوضي. ايوه، هم بيحاولوا يحسنوا موقفهم التفاوضي. هو اللي بيحصل دلوقتي كده، لان انا اعتقد الوجوه الموجوده غير مقبوله لدى الطرفين، سواء كانت حتى مصلحين في جبهه الانقاذ ما ينفعوش، حتى لو كان مصر القويه ما تنفعش، حتى لو كان، لان في حاله رفض عام، فهذا الرفض أفقد الحيادية للأطراف. سواء بقى حتى لو أن الرفض ده بيتخلله كلمات جميلة رقيقة انقذوا، لا، لكن في النهاية في حالة رفض عام. فعلى
الإخوان المسلمين الآن أن تخرج من هذا المأزق بأكبر المكاسب ممكنة، لا سيما وأنك بتلاقي الطرف الثاني مش بيصعد، بيتخذ الإجراءات عادي وكأنه مش شايف حاجة. أخرها قرارات التحفظ اللي صدرت على أموال عدد كبير جدا من قيادات الإخوان المسلمين، ده مصعب المسألة. يبقى الإخوان أو الجماهير الموجودة عليها أن تعقد المسألة من أجل التفاوض. لازم تتعقد، ده استخدام القيادات للجماهير، لان احنا في لحظة يأس او في لحظة نهاية، فنعمل ايه؟ نعقد الامور من اجل ان نتفاوض. طبعا مطلب بعودة الدكتور مرسي مبقاش مطروح الان خالص، يعني بالعكس ممكن يكون الخروج الامن هو اللي مطروح، ممكن يكون لان في وسط الهيصة دي في مراجعات بتحدث داخل الاخوان المسلمين بتشكل ضغط وعبء نفسي على القيادات. حضرتك بتقولي ان ممكن يكونوا قيادات الاخوان المسلمين دلوقتي بيستخدموا المعتصمين للضغط لتحقيق موقف تفاوضي افضل. حضرتك اكيد بتتابع زينا كلنا رابعة العدوية على التلفزيون او بتلتقي ببعض المعتصمين اذا سنحت الفرصة. قراءتك للناس اللي موجودة في الاعتصام وقراءتك للقيادات اللي مختبئة في قلب الاعتصام دي ايه؟ هو يعني عايز اقول لحضرتك ان الاعتصام ده تشكيلة غير متجانسة فكريا خالص، غير متجانسة، ومش اغلبهم اخوان، وما فيش توجيه فكري واحد ولا خطة واحدة ولا استراتيجية واحدة. اما مش اغلبهم اخواني يبقى اغلبهم ايه؟ لا لا، دي افكار كثيرة جدا متناثرة، وممكن حاجة تعمل مناقشات تجد حتى الفكر والهيئة مختلفة، تجد الاعلام مختلفة. انما هو المهم ان هم يعرفوا ان الموقف في المرحلة الجاية اشد خسائر من المرحلة الاولى، ومهم ان الاخوان تعرف برضو انها تتحمل خسائر استخدام عنف مش من منهج الاخوان ولا من قراراتهم في المرحله الحاليه. المرحله الحاليه الاخوان مش عايز عنف، ليه؟ تحملت ما فيه كفايه، ومحاوله الحرس الجمهوري اتت بنتائج سيئه جدا. واعتقد ان من ضمن من قتلوا رحمه الله عليهم جميعا كثير من غير الاخوان ما كانوش في الموضوع. في مراجعات بدات كمان تدخل داخل الرابعه العدويه، كل دي مسائل بتخلي الاخوان يعني يقفوا عند هذه النقطه ليفكروا كثيرا. المشكله بقى اللي هتقابل الاخوان في المرحله الجايه ان فكر العنف او فكر الاستحلال او فكر الاعتماد على مجرد القناعه الفكريه لاستنزاف الدم، مجرد القناعه الفكريه زي زمان كان مجرد القناعه الفكريه فجر البنوك. يعني البنك ده كان بيتفجر في زمن لمجرد انه بنك ربوي. هذا الفكر اللي كان بنك ربوي الان بقى بنك مصاريف اداريه مثلا. راحت ارواح عشان هو بنك ربوي، والنهارده بنقاتل عشان رجل بيقول انها مصاريف اداريه. نفس الحكايه في السياحه، في السياحه كنا بنقتل صفوف واتوبيسات وفي سيدة عائشة، نفس هذا الفكر ما زال موجود، ونفس هذا الفكر اللي بيوافق على تعيين واحد منه كان محافظ للأقصر ينشط هذه السياحة ويستجلب هؤلاء السائحين. الوضع اتغير ليه؟ لأن التعصب للفكر أحيانا بينسي الإنسان بعض المقدمات العلمية للمقارنة بين زمان ودلوقتي. الآن الإخوان وقفوا جنبا إلى جنب، فكر الإخوان وقف جنبا إلى جنب مع فكر يستبيح القنبلة على البنك من أجل الفوائد، وممكن يستبيحها لشيء أقل من كده كمان. أعتقد المرحلة القادمة إذا الإخوان ما توقفوش عند هذا الحد، أنا ما يهمنيش يستمروا أو ما يستمروش، ده قرارهم. أنا مجرد أن أنا كنت بوجه لهم النصح من سنة أو أكثر من سنة ونص، ودايما كنت أقول الثورة قادمة ضد الإخوان، وكانوا دايما يقولوا لي ما فيش حاجة اسمها ثورة قادمة، وكنا نختلف في هذه النقاط ويكون نصيبنا احنا التوبيخ والاستهزاء. يعني الان احنا بنقوله ان الحركه اللي جايه، العنف اللي جاي مسؤول عنه الاخوان، رغم انهم هم مش فاعليه، لن يكونوا من فاعليه، هيكونوا من المحرضين عليه ولا محرضين. المرحله الجايه هي مرحله فقدان السيطره على الارض. المرحله الجايه مرحله انشطار المجموعات، لان بعد كده رابعة المفروض بيخس لغايه شهر رمضان، وهيجي العيد ويخس الهدف هيبقى مش ملحوظ، والوزارات هتشتغل وهتبقى في اعمال تعطيل، مفيش مشكله، لكن في موافقه شعبيه على استمرار العجله غير الاول، غير اي مظاهرات اخرى ما كانش في موافقه شعبيه على الدكتور مرسي ولا على تعييناته ولا على اسلوبه في العمل. الان في موافقه شعبيه، فالعجله هتمشي، هيضطر البعض الى ان يستخدم اسلوب رد الفعل العصبي. هنا اللي هيشيل وزره فكر حسن البنا، مش هيشيل وزره لا الجماعة الإسلامية. وتلاحظ أن السلفيين الذين وقفوا ليقسموا الشعب إلى قسمين ويدعون بالنصر في يوم 30/6 على الكفار، هم قد اختفوا الآن تماما من الساحة، وظهرت فئة أخرى
فئة أقل درجة، فئة أقل تعاطفا، يكتفى في تعاطفها بأنها تقف على المنصة تقول خطبة وتمشي. مين دول يا فندم؟ فئة أزهرية يعني لإزارة بمنظر الزي الأزهري حتى تعطي مقام الاعتدال. والخطة طبعا فيها أن نستدعي فنانين، أن نستدعي كذا في المرسوم، لكن كل هذا لن يحول دون أن ينسب العنف القادم إلى فكر الإخوان ظلما وعدوانا. وده إيه تأثيره على جماعة الإخوان المسلمين؟ حضرتك بتقولي إنها هيكون من داخل جماعة الإخوان المسلمين بعض المفكرين اللي هيبتدوا يكونوا إصلاحيين جوه الجماعة. لما ينسب هذا العنف إلى جماعة الإخوان المسلمين في الفترة الجاية، هل ده يهدد وجود الجماعة؟ طبعا لما ينسب هيهدد وجود الجماعة تماما، لأن هي الجماعة تعرضت لهذا الموقف في أيام تفجيرات اليهود والخزندار والنقراشي، ووقف الإمام حسن البنا بذل جهد كبير جدا في أنه يقول ماشي أنا معترف بهذه الأفعال، لكن لا تنسبوها إلى الهيئة. يعني كان الإمام حسن البنا في إحدى الرسائل، أنا ما أعرفش إذا كانوا اللي موجودين في رابعة قرأوا رسائل حسن البنا ولا لا، الحقيقة أغلبهم، لكن في رسائل حسن البنا كلها بالذات هذه الرسالة اسمها يعني كانت رسالة الدفاع عن الهيئة، دفاع عن الهيئة، هيئة الإصلاح، هيئة الإخوان المسلمين. يعني ليه؟ لأن حصل كذا حادث عنف لم ينكره الإمام حسن البنا، يعني قال إن قتل القاضي الخزندار ده جه نتيجة إن بعض الشباب انفعل بطريقة غير عادية نتيجة الأحكام مثلا فاعذرونا، لكن لا ينسب هذا للهيئة. حرق محلات اليهود بعض الشباب انفعل، يعني الرجل بذل جهدا كبيرا لكي. أما عمر التلمساني حينما جاء صنع برزخا كبيرا وصنع فاصل كبير جدا بين فكر العنف، وكان ساعتها متمثل في الجماعة الإسلامية وفي الجماعات العديدة من أول الملواني كل الجماعات اللي كانت موجودة بما فيهم اسمه الشوقيين، وهو صنع فيصل أو صنع خندق كبير بين هذا الفكر وبين إعادة بناء الجماعة. أستاذ مختار، احنا شفنا امبارح بعض التقارير الصحفية ومستندات تنشر في الجرائد المصرية على محاولات من التنظيم العالمي لجماعة الإخوان المسلمين، خطوات استراتيجية لإعادة إحياء الجماعة مرة تانية، خطوات بتتكلم عن أن شرعية الدكتور مرسي اللي راحت دي يجب أن تستعاد عن طريق واحد استثارة ضباط الجيش ضد قيادتهم، اتنين عمل حماس على استعادة الوضع تاني في مصر أو أن هي تأيد الجماعات اللي موجودة في مصر، تلاتة الاستعانة بعدد من الشخصيات الدينية المعروفة اللي ضد اللي حصل في مصر في الأيام اللي فاتت عشان يصوروا إن اللي حصل في مصر ده مجرد انقلاب عسكري لا تدعمه الإرادة الشعبية، وكتير من التفاصيل دي. هل ده معناه إن جماعة الإخوان المسلمين مكملة في هذه الحرب، هذه المعركة حتى النهاية؟ أنا أشك في كل هذه التقارير. كويس. وأعتقد إن موضوع الاجتماع كان الخروج الهادئ والحفاظ على يعني أكبر قدر ممكن، هل يكون ذلك بمزيد من تعقيد الموقف؟ أعتقد ده كان الحوار، يعني هل يكون هذا بمزيد من تعقيد الموقف من أجل خروج آمن، ولا يكون هذا باستخدام ضغط أجنبي؟ المهم كيف نصفي الموقف عند هذا الحد. ليه؟ للحفاظ على جماعة الإخوان المسلمين في القاهرة. القاهرة دي تعتبر هي مصدر، أولا مفيش حاجة اسمها تنظيم دولي بمعنى الحقيقي، يعني مفيش حاجة اسمها تنظيم دولي بيقعد ويجتمع وياخد قرار، إنما هناك استرشادات نفسية وفكرية بيقعدوا مع بعض، لأن اسم الإخوان المسلمين ينبغي أن يحافظ عليه. في فريق بيقول أن اسم الإخوان المسلمين قدامه بكتير 7-8 سنين ويستبدله الله بفريق آخر أو بحراس للدين آخرين يتمتعون بعدم التكالب على الدنيا وعدم الطمع. أعتقد أن كان ده موضوع الحوار، كيفية الخروج بأكبر مكاسب ممكنة، مش كيفية تعقيد الموقف. وكل الأزمة اللي اتعملت دي وتورط فيها التنظيم الدولي صنعتها الإدارة الداخلية للإخوان المسلمين في مكتب الإرشاد. وأعتقد أن هذه المسألة مسألة أوقات، يعني لو أن أزمان، لو أن التنظيم الدولي اداهم فرصة لابد أن القيادات دي كلها تتغير، لأنها ذهبت بحركة حسن البنا وأسلوب حسن البنا وفكرة حسن البنا ذهبت به إلى حيث يتنازع مع الناس في الحارة المزنوقة وفي المنصة وفي ضرب النار وفي الحاجات الوردة دي. مين اللي ممكن يقوم بالمراجعات ويكون من داخل جماعة الإخوان المسلمين ومصداقية عند شباب الجماعة في الوقت الحالي يفهمهم حقيقة الأوضاع وحقيقة ما جرى، ومن وجهة نظر جماعة الإخوان المسلمين إن الحفاظ على بقائها ممكن يكون مهم؟
انا طبعا ممكن ارشح لهم اسماء كتير، في اسماء كتيرة داخل الجماعة اكثر عقلا وميلا الى السلمية ولم تستخدم ولم تستشر. انا اعتقد من دول ممكن يكون حسن مالك، يعني حسن مالك شخصية هادئة جدا ونفيسة في نفس الوقت، يعني شخصية قيمة، في زيه كده عشرات، واعتقد برضو الدكتور بشر ممكن يقوم بدور. لكن لو ان ايديهم اصبحت يعني حرة انها تنفذ ما يملي عليه عقلهم مش عقل الاخرين، مين اللي معطل ايديهم؟ التنظيم، التركيبة. ما هو التركيبة في من قسمين، قسم تنظيمي وقسم انفتاحي. القسم الانفتاحي ده كان ايام عمر التلمساني وخلص رحمة الله عليه، كان بينفتح على الكل، كان في تطبيقات وكان في شورى وكان في كل حاجه. القسم التنظيمي ما يعترفش، لازم يخلق حاله عداوه بين الجماعه وبين الاخر، زي ما حضرتك شايف كده. يعني يقول لك الشريعه، يعني الشعار اللي هم في رابع بيقول لك الشريعه، متمسكين بيه جدا. شريعه ايه يا عم الحاج؟ انت الدكتور مرسي كان بعيد عن الشريعه خالص وما كانتش في طرحه. يعني انت ايه الشريعه اللي ظهرت فجاه دي في ميدان رابعه؟ بسم الله ما شاء الله. طب ما هي طول سنه الدكتور مرسي لا عمل حاجه للشريعه ولا بنى علاقاته الخارجيه على اساس الشريعه ولا الداخليه ولا في التعيين. يا اخي انا جايب لك معايا الميثاق العالمي لحقوق الانسان الاسلامي، يا كل في من اول حق الحياه الحريه المساواه بتاع، ما طبقش حاجه منه الدكتور مرسي، ما طبقش حاجه منه خالص خالص. بالعكس ده كان بيصدر قرارات ضد الشريعه تماما. كان بيعين ناس اصحابه وقرايبه 150 واحد في قصر الرئاسه، وروح يا واد العب هنا وانت اشتغل هنا وانت خد الفلوس دي وانت رئيس المجلس القومي لحقوق الانسان وانت ده فلوس فلوس المصريين بتتوزع. يعني عايز اقول لحضرتك القضيه الشريعه مش مطروحه، استحضرها النهارده مع ثوره شعبيه عشان تحط ال 30 مليون ولا 22 اللي خرجوا في مواجهه الشريعه دي، خلاص بقى باظت. انا اقول نوع من انواع التجييش للشباب. أنا اول واحد هقول لك مش هينفع لان الدكتور مرسي ما كانش طب قول لي هو المشروع الاسلامي لغايه دلوقتي، حتى انا بتابع رابعه يوميا اقول واحد كل واحد بيخطب لكن ما فيش حد يقول لك مشروع اسلامي. هم اصلا ما كانوش داخلين يعرفوا ايه المشروع الاسلامي، اللي يعرفوا ان عده صفقات من اجل البقاء. خلينا نقول ان الشريعه موجوده بس بعيدا عن الاخوان دلوقتي. ليه؟ لان اللي خارج هذا خارج رابعه حزب النور، مصر القويه، الحركه الصوفيه، حركه انصار السنه، الجمعيه الشرعيه، الازهر، لا واقف حاليا بتركيبتها الجديده، كل دول ضد مش مع رابعه. فانت هتحصل الاسلام عندك ليه في ميدان رابعه بينما الاسلام مازال منتشر وكلنا بنتكلم اهو ومفيش اي مشكله. اللي بيعملوه على المنصه في رابعه من وزراء سابقين بيروحوا المنصه، قيادات من جماعه الاخوان المسلمين زي مجلس الشورى عقد مؤتمر، يعقد امبارح مجلس الشورى عقد جلسته في دار المناسبات بتاعه رابعه العدويه. دكتور صفوت حجازي وغيره من الوجوه اللي موجودة على المنصة في رابعة العدوية، تقييم حضرتك ليهم بعيد عن الشخصيات ولكن لو نركز على الخطاب اللي هم بيقولوه للمتظاهرين اللي موجودين. هو ده اللي بيوريك ان كنا بنحكم بمنطق يا ريت اتحاد طلبة، اتحاد طلبة ارقى من كده بكتير دلوقتي، عندهم فهم سياسي غير عادي، هم اللي صنعوا الثورة. ده يعني مجلس الشورى ايه اللي بيعقد جلسته في قاعة رابعة العدوية؟ وبعدين هيصرفوا كام منين حتى؟ هو الهدف كام من الجلسات الكتيرة؟ من ضمن الاهداف ده مجلس الشورى حضرتك طوال مدته ما بحس قانون واحد لحمايه الفقراء ولا قانون العمل حتى. قانون العمل اللي احنا بنشتكي منه طول عمرنا واللي الوزاره الجديده زي ما قدمتش مشروع قانون عمل لرئيس الجمهوريه هنزعل منها جدا. ولذلك انا مبسوط جدا من تعيين ناس حريصين على الطبقه العامله وعلى الفقراء زي الاستاذ كمال ابو عيد مثلا او زي حسام عيسى مثلا. ليه؟ لان دول ده اسلام برضه متحرك، ما هو ده اسلام متحرك تطبيقي، ما بيقولش انا اسلامي انا اسلامي ماشي يقول انا اسلامي انا اسلامي، يبص في المرايه يقول انا اسلامي، مفيش الكلام ده. انا اسلامي يعني بطبق حاجه لمصلحه الفقراء، الحق المساواه، الحق للحريات، حاجات ده اسلام من غير ما يقول انا اسلامي. لذلك حضرتك انا يعني مستقل قوي بالحاجات اللي بتحصل. يقول لك مجلس الشورى يعقد جلسته في قاعه في رابعة العدوية. طب وبعد ما تعقد جلستك وايه المقصود؟ يعني زمان احنا كنا ايام مبارك نقول هنعمل مجلس نقابات مهنيه موازي مثلا على اساس ان الجماهير كانت معانا، لكن انت يا سيدي يا مجلس الشورى الناس كانت بتطالب بحلك وانت جاي تعيين باطل وشكلك وحش ورئيسك كان ابو نسب، يعني جاي تعيين قربه مش تعيين كفاءه، وانت كمان ما كانش عندك كفاءه يا استاذ احمد يا فهمي في القانون ولا تعرف حاجه. يعني دي مساله نتوارى منها الان ونذهب. هو ده كان اداره طريقه اداره العمل في مكتب الارشاد الاقارب والاولياء؟ طبعا كله لازم يكون اهل ثقه، زي ما انا قلت لحضرتك قبل كده سعد الكتتني لما يفضى مكان في البرلمان عايزين رئيس يبقى سعد الكتتني، يفضى مكان في الحريه ما عشان اهل الثقه لانه في التنظيم الخاص. لكن ما ناخدش عصام العريان، ودي المشكله لغايه دلوقتي اللي عصام العريان ما فهمهاش ولا جمال حشو ان هم مش في التنظيم الخاص
هم مجرد ديكور المسائل، لكن التنظيم الخاص كان هو الذي ينتقي الافراد. انا عايز واحد مهم جدا جدا يبقى على رئيس حزب حريه وعداله، يبقى سعد الكتاتي. عايز واحد يبقى في لجنه تاسيس الدستور، يبقى سعد الكتاتي. عايز واحد يبقى رئيس مجلس الشعب والشورى، يبقى سعد الكتاتي. وفي كل دول محتاجه لسان حقوق وهو ما هوش لسان حقوق. حاجه غريبه، ولا عنده خبره الحقوق ايضا. يعني مش زي مثلا عصام العريان درس خد لسانس حقوق، او عبد المنعم فتوح خد لسانس حقوق، لا هو حتى ما قراش في كتب القانون. ولذلك جاء صوره طبق الاصل من الدكتور احمد فتحي الصور في التقليد والشكل وكده. لكن الخلاصه ان الان الاخوان امامها فرصه ذهبيه. انا دلوقتي فرصه ايه هي؟ المراجعات. ان هم يعملوا عمليه مراجعات، يقدموا جيل الشباب يتوقفوا عند هذا الحد، يستعينوا بحسن مالك محمد بالشخصيات غير ال 13 اللي كانوا في مكتب رشاد اللي هم وصلوا بنا الى هذه النتيجه. هذه النتيجه مش مفاجاه لينا، لان احنا قلناها من سنه وسنه ونص وكل الناس قالت لهم هذا الاسلوب في اداره الدوله ده خطير جدا جدا، وهذا الاسلوب في التعالي، وهذا الاسلوب في كذا، ده نوع من انواع استحضار بعض الالفاظ في معالم على الطريق، بعض الالفاظ زي التعالي والعزله الشعوريه والاشياء دي كلها، وتطبقها على مجتمع كله المسلمين. تعال شوف صلاه القيام دلوقتي. طب انا هجيب لحضرتك مسجد بيصلي فيه قيام ناس اكتر من اللي بيصلوا في ربع العدوي. اسمي لك دلوقتي 3-4 مساجد الناس اللي بتصلي فيها قيام اكتر من اللي في ربع العدوي بكتير. ومع ذلك المجتمع اتغير، ما يبقاش نقدر نتفضل عليه بان احنا اصحاب الشريعه واحنا اصحاب الفضيله وهم اصحاب الوحاشه. استاذ مختار نوح اسمح لي ان احنا نخرج لفاصل قصير، بعد هذا الفاصل هرجع واكلم استاذ مختار نوح عن المصالحه الوطنيه. هل من الممكن في هذه الحاله النفسيه والمعنويه اللي موجود فيها قيادات جماعه الاخوان المسلمين ان هم يرتضوا ويعودوا تاني الى اللحمه الوطنيه ويوافقوا على نوع من انواع المصالحه الوطنيه متوقعين ان هي تحصل في الايام القليله القادمه؟ استاذ مختار نوح هيرد على هذا السؤال ولكن بعد الفاصل.